اول حاجه عايزك تعرف ان ناجي الخليلي بيقدر الرجاله، مش معنى ان في بينا دم ومشاكل ان ما ادكش حقك. بالعكس، لو الوقت غير الوقت كان يمكن اشتغل معاك بنفسي. واد يا سيد، شفت قبل كده حد بالجرأة دي؟ قلبه ميت، دخل الجهاز في عز النهار من الباب الرئيسي، قدم التصاريح، عاش جوه شوية كأنه واحد منهم، بس كان عارف وقت المشاكل هيخرج ازاي وامتى. شفت ده قبل كده يا سيد؟ رد يالا. لا لا، ما شفتش. طبعا ما شفتش، ده غير بقى تاريخك الطويل. انت دوختنا وراك سنين، كلفتني فلوس ورجالة، بس احب اطمنك، انا عايزك تعتبر ان العملية الاخيرة دي هتكون نهاية لمشوارك الطويل، الهابي اند، او زي ما بيقولوا عندكم في مصر حسن الختام. انا عارف ان انت عندك حاجات كتيرة قوي تهمني، بس عارف كمان ان مهما ضغطت عليك عمرك ما هتتكلم، سمعتك سابقاك يا سعادة الملك، عشان كده انا هاخدها من قصيرها واسيب الموضوع ده لحد تاني، حد متخصص. انا بس في نار جوايا وانت ما يرضكش انها تفضل قايدة. اوعى تقلق، انا مش هقتلك دلوقتي خالص، لسه في ناس يهمهم ان هم يشوفوك ويطمنوا هم كمان. مش هيغيبوا كتير، مسافة مشفي غليلي منك بس. اهلا ست علياء. ازيك يا عم ابراهيم؟ الله يسلمك. امال فين سيف؟ بيغير هدومه. طيب تحبي تشربي حاجه؟ ولا اي حاجه ميرسي، مش قادره. نسكافيه بتاع عم ابراهيم. خالص ميرسي. طيب ازيك يا عليا؟ ازيك انت خارج ولا ايه؟ رايح فين؟ اروح فين يعني؟ رايح الكافيه طبعا. انت مش زهقان؟ لا مش زهقان، مش لاحق ازهق. عايز اقول لك ان انا امبارح كنت في الجهاز، وبالليل في ضابط كلمني على قضيه برضو. انا ما اقصدش كده، انا اقصد يعني هو انت ما بتفكرش خالص انك تشوف عروسه مثلا؟ هي حلوه يا مين دي؟ حالة يا اخي، ده انت ذكي زياده عن اللزوم يا باي. انت اللي مفضوحه زياده عن اللزوم وما بتعرفيش تخبي حاجه. يا سلام. طب بص بقى، انا عارفه ان انت تعرضت لحادثه بشعه، وطبيعي جدا انك ما تبقاش عاوز تعيد التجربه دي تاني، بس كده الخوف هيفضل عائق كبير. يعني مش معقوله مش هتعرف تكمل حياتك بشكل طبيعي الا اذا تجاوزت اللي حصل. ما بقولش انك تنساه، بس برضه ما تخليهوش ياثر عليك وتفضل متصور ان اللي حصل ممكن يتكرر تاني لا قدر الله. حيلك يا دكتور، بالراحه عليها شويه. انا ما افتكرش ان انا طلبت منك تعالجيني مثلا. ماشي، بس برضه فكر في اللي قلته لك. حاضر ان شاء الله. بس انت برضو ما جاوبتيش على سؤالي. انهي واحد؟ هي حلوه؟ مش احلى مني طبعا. مش احلى منك طبعا؟ لا دي تبقى مقلب بقى. الله، طب نسكافيه بقى يا عم ابراهيم، ما انتش نازل. ازيك يا سيف؟ اهلا. ازيك يا سياده العقيد؟ اتفضل. انا مش عايزك تفهمني غلط، انا طبعا احب جدا ان سيادتك تقعد معايا وندردش الصبح، بس يا ريت الزياره دي تبقى وديه بقى. صياد كان عندنا امبارح في الجهاز. تقول ايه سعادتك؟ سيف انا مش عايز اسالك انت كدبت علينا في ايه او خبيت عننا ايه، ولا انا جاي علشان اضغط عليك انك تساعدنا. انا عارف ان شغلتنا صعبه واننا ساعات بنحس اننا بنضحي وبنعرض حياتنا وحياه الناس اللي تهمنا للخطر بدون مقابل، وده بيخلينا ساعات نضعف ونعمل حاجه غلط،
ده غير ان انا بلاش المقدمات دي يا حمدي باشا وادخل في الموضوع على طول. انا مفيش حاجه تفرق معايا غير الزماله والصحوبيه اللي كانت بينا، وتقديرا ليهم اوعدك ان لو عندي حاجه هقولها لك بمنتهى الصراحه والوضوح. فاتفضل خش في الموضوع. انت كنت من ضمن مجموعه الضباط اللي بتتاجر في السلاح؟ اشتغلت مع ناجي الخليلي وبعت وهربت اسلحه للجماعات الارهابيه؟ لا لا بس كده. انت بتحقق معايا يا حمدي باشا ولا ايه؟ لا انا عايز اعرف عشان ارتاح، عايز اعيد حساباتي في كل اللي انا عشته من ساعه ما اشتغلت الشغلانه دي لحد امبارح. ارجوك ارجوك يا سيف ريحني. انا قلت لك اللي عندي، انت الحقيقه مش مريحاك، انت اتعودت على الشك. امال ايه اللي وصل لنا امبارح ده؟ واحده مرات ضابط من الضباط اللي اتقتلوا قالت ان سبب موته هو والضباط التانيين كان الصراع على تجاره السلاح، وقالت كمان انك انت كنت منضم للمجموعه انت والمقدم ماجد عزازي. طيب هفترض معاك ان انا كنت بشتغل مع اللي اسمه ناجي الخليلي ده، هيراقبني ليه؟ هيوصل بيه الموضوع انه يبعت لي حد على البيت ويعمل نفسه جاي يرتبط باختي عشان يدور في الملفات عندي ليه؟ يمكن اختلفتوا. لا يا حمدي باشا لا، انا جايز اكون عملت حاجات كتير في حياتي يمكن ما اكونش فخور بيها، بس دي مش واحده منهم. وانا ممكن اقول لك بمنتهى البساطه مليون تفصيله ببرقني من موضوع السلاح ده، بس انا مش هعمل كده. ليه؟ لان التفاصيل دي هتدين زملاء تانيين بيتهيالي انهم دفعوا الثمن خلاص. ماشي يا سيف هصدقك لحد لما تحصل حاجه تانيه تثبت لي العكس، واتمنى ان ده ما يحصلش. ها قول لي ايه تفسيرك في ان الصياد لسه عايش؟ يا حمدي باشا انت مالكش اي سلطه عليا، وانا مفيش اي دافع يجبرني ان اجاوب على سؤال زي ده. انا ممكن اقول لك بمنتهى البساطه انا ماليش دعوه، شوفوا شغلكم عدل. وفعلا انا ساعدت في الموضوع ده على قد ما قدرت، هعمل ايه تاني؟ انت عارف ان هو لسه عايش ومش عايز تساعدنا علشان لسه بتدور عليه وعايز توصل له لوحدك. انا مش فاهم، هو مش ساعدتك اول ما جيت؟ قلت انك مش هتضغط عليا عشان تخليني اساعدكم؟ بلاش تساعدنا يا سيف، خلينا احنا نساعدك. شاركنا يا اخي بس مشاركة حقيقية، وأنا أقسم لك بالله إن أنا هخليك تنتقل من الصياد بالطريقة اللي تريحك حتى لو هترفض من شغلي. كان ممكن تخلص الموضوع، كان ممكن تقوله الحقيقة. أنا ما كذبتش عليه، بس كمان اللي قلته مش الحقيقة. هو مش محتاج يعرف أكتر من كده. هو كان عايز يساعدك، ليه مش عايزه يساعدك؟ بالعكس أنا محتاجه يساعدني، أنا محتاجهم كلهم يساعدوني. من هنا ورايح لازم افضل بينهم عشان اللي جاي اصعب بكتير. استاذه، استاذ محسن سلوسه عايز حضرتك بره. خليه يتفضل. ماشي. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. هي مستعد الجلسه بكره؟ بصراحه كده يا استاذه انا هكبر دماغي من القضيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني بامانه انا عندي عيال وعايز اربيهم. انت في حد بيهددك؟ إيه؟ ولو في هتعملي لي ايه يعني؟ هحميك طبعا. محدش بيحمي حد في البلد دي. بص القضية بتاعتك دي مش قضية خاصة بيك انت بس، لان اي حد عنده ضمير لا يمكن يوافق على تكرارها، لكن للأسف هي بتتكرر كل يوم زي ما تكون قدر مش قادرين على تغييره. ولو انت واللي زيك مطالبتوش بالتغيير ده هتبقى ظاهرة وهتبقى هي دي القاعدة. انا راجل غلبان وعايز اعيش في حالي ومليش دعوة بغيري. انت تعرضت للتعذيب ادى لعاهة مستديم عشان تغير اقوالك في قضية جنائية النيابة اثبتت براءتك فيها. الله ينور عليكي، انا اللي تعرضت مش حضرتك او اي حد تاني. وانا بقول لك انا متنازل عن حقي، فيا ريت حضرتك تساعديني عشان اوقف القضيه دي بدل ما تيجي في المحكمه وتلاقيني غيرت اقوالي قدام القاضي. صباح الخير. صباح النور. تفضلي. ميرسي. زعلانة؟ الأستاذ سيف قال لي. قال لك إيه؟ قال لك إن أنا مجنونة؟ لا طبعا،
بس انا عندي ربع ضارب فعلا. ما هو باين. بصي انا عارفه انك ما تقصديش، وانا المفروض ان انا فضفض لان الموضوع ده ضايقني واثر فيا قوي. المفروض كمان ان انا اواجه مخاوفي واقولها تفضل تطاردني طول عمري. ايوه انت لازم تفضفضي، ده حتى الكتمه وحشه. اه دي ممكن تاثر عليكي نفسيا. كتمه وحشه ينفع عنوان كتاب علم نفس كسر الدنيا. التريقي التريقي. لا يا ستي انا تعليمي على قدي، مش زيك يا دكتوره. انت فاكراني بتريق؟ ما بهزرش على فكره، انت حره. انت عارفه ان من ساعه اللي حصل لي مع الشريف عباس ده وانا عايشه في رعب، خايفه امشي في الشارع، خايفه احتك بالناس، انا خايفه من الطلبه عندي في الجامعه، خايفه من البواب والسباك، وعندي حنفيه بتنقط البيت وزمانها غرقت الدنيا ومش راضيه اجيب سباك الا لما اجيب مسدس الاول. انت عارفه ايه مشكلتك يا عليا؟ ان انت عندك استعداد كبير قوي ان انت تفقدي الثقه في كل الناس اللي حواليكي، ده خصوصا بعد اللي حصل من النصاب اللي حاول يخطبك. الاستعداد ده كبر قوي، ده ابتدى يسيطر عليكي. انت عارفه ان انا حاولت اسال عليه بعد ما اتقتل؟ ازاي؟ جبت الكونتاكتس بتاعته وعرفت انه كان عنده مكتب في المهندسين، وعرفت انه كان بيسهر في كباري في شارع الهرم. اوعي تهويبي ناحيه المكان ده. ليه؟ اكيد في ناس مش كويسين، الناس دي ممكن تضايقك. عليا انا عايزاكي تنسي الموضوع ده خالص، انتي لسه صغيره وزي القمر وحلوه، ان شاء الله ربنا يبعتلك حد احسن منه. حد احسن منه؟ لا انا ما بفكرش في موضوع الارتباط دلوقتي خالص. انتي عندك ليه عريس ولا ايه؟ انا هو انا اعرف حد؟ طب انا عندي ليك عريس.